دامبل بنش اوفر ب وان ارم، شنو غادي نبغيو؟ غادي نبغيو الرجل اللي ما كنترينيوش بها، دونك كنتريني اليمنية، الرجل ديالي هنا غادي تكون هكا، يدي اللي ما كنترينيش بها ما غاديش نحطها بحال هكا، غادي نحطها بحال هكا، دونك غنحط هذا غنحطو على شي حاشية، وديك الساعة في هاد البوزيسيون هنا غادي نكون ستابل مزيان، ديك الساعة غنمشي نهز الدامبل ديالي بهاد اليد ونتريني، فاش نكون كنتريني، إلا مشيت هذا الالبو ديالي المرفق ديالي بقى عندي في الجناب يعني بلي كنتريني اللات كثر، الا مشى 90 درجه تقريبا 40 45 درجه بحال هكا يعني بلي كنتريني الوسط ديال الظهر والرير دالت ديالي كثر، واخر حاجه هي يمشي 90 درجه دونك هنا هي ابر باك، غادي نمشي بالرجل اللي ما كنترينش قدام، غادي نحط المرفق ديالي هنا باش تستبهلي شي عابش، ديك الساعه غادي نهبط بالدمبل، وهنا فاش تكون كنتريني 45 و 90 درجة ما نوقفش هنا، خصني نطلق السكابولا ديالي كاملة، دونك ريتراكت اند بروتراكت السكابولا كاملة، جبد تلجت طلعت الفوق هبط وبار عابش طلعت.